قررت ان اشتري كاميرا جو برو لانها تساعدني في القناة مرة كثير، وبعد بحث مرة طويل قررت ان اشتري موقع جو برو نفسه، وقلت اشارككم واوريكم. مرحبا انا حمد طاهر ويا هلا فيكم في قناتي. حلقة اليوم هوريكم كيف تشتري موقع جو برو بالتفصيل خطوة خطوة. اعرف انه اغلب الناس تعرف تشتري اونلاين، بس في ناس كثير ما تعرف تشتري اونلاين او تخاف انها تشتري اونلاين. انا كده ولا كده طالب الكاميرا، فقلت اصور لكم واوريكم كيف تطلب من موقع جو برو. حلقة اليوم هتكون على بس كيف تطلب من الموقع من اول ما تفتح اللابتوب الى ما تتم عملية الشراء. بعد ما توصل الطلبات هسوي حلقة خاصة انبوكسنج على الجو برو 10. خلاص كفاية كلام وخليني اروح اللابتوب واوريكم كيف تدخل على الموقع وتبدأوا تطلبوا. اول حاجة تروح على موقع جو برو، هذا هو الموقع جو برو. تدخل على الموقع هو هنا، هذه الصفحة الرئيسية. شوف اول حاجة حطين لكم هنا في العرض الهيرو 10، هذه اخر كاميرا، هذه الكاميرا اللي بدي اطلبها. طبعا زي ما انتم شايفين هنا في مجموعة أشياء. أول حاجة هنا في الهلب هذه موجود فيها أشياء، خلينا أوريكم هي تحت أوضح. هنا موجود الهلب، في الأوردر ستاتس هذه يبين لك الطلبية حقتك فين وصلت، وكونتاكت أس. صراحة أنا دخلت على هنا بس أبغى أشوف هل هم يستقبلوا طلبات أو أسئلة. طبعا هنا مبين لك من الساعة كم للساعة كم تقدر ترسل لهم. وفي عندهم صراحة ميزة مرة عجبتني، اذا انت كنت مسوي سبسكرايب تحط الايميل حقك وتواصلوا معك بشكل اسرع. يعني اذا انت كنت مسوي مشترك معاهم، لانه عندهم اشتراك سنوي تقريبا $50 مره يريحك مره كثير. طبعا شوف هنا ايش كاتبين لك، كاتبين لك الهيرو بلاك هذا الاوفر لو سويت سبسكريبشن هتاخده ب $399، بس لو ما انت مشترك هتاخده ب $600، $599. اوكي، هذا الموقع من هنا. طبعا انت ما تبغى تشتري من US، لانك لو اشتريت من US لازم يكون عندك صندوق بريد امريكي، فهترسل على صندوق البريد الامريكي. فتيجي هنا عند US، لا خليني اوريكم حاجة اول في الهلب. في الهلب موجود هنا shipping and delivery، انا دخلت على هذه بصراحة، دخلت على shipping and delivery ولقيت انه هم مسويين مجموعة اسئلة من ضمنها. يعني مثلا هنا ايش كاتبين لك، هذا الاوبشن اللي هو اقدر اخلي الباكج حقي جيفت يصير مشهر يجوك تاكس. طبعا كاتبين الجواب لا، ما هيحطولك هو جيفت، لانه يعني لازم تدفع التاكس، اقصد الفات يعني في الدولة اللي انت فيها. مجموعة اسئلة ممكن تقروا عنها، بس اهم حاجة هنا اللي هي مكتوب to which country does go pro ship. طيب انا نزلت تحت هنا وشفت انهم هم بيرسلوا للسعودية. اوكي شوف الاسئلة اللي هنا اللي موجودة، tax included لما ترسل للسعودية فين؟ no tax ما هو included، يعني ما يشرجك tax هناك. بس هنا مكتوب yes ان هو يشرجك tax، احسب لك الحسبة حقت الفات بوصولها الين باب بيتك. يعني انت تدفع المبلغ هذا بالشيبينج بالفات بكل شيء. طيب اول حاجة لن تغير من هنا، let's go back. اول حاجة شوف هنا US، اول حاجة لازم تخليها للسعودية Middle East. طبعا حط لك هنا القارات Middle East، وهتروح لسعودي عربية English. خلاص زي حانا غيرت، هم عارفين انت فين، من فين تبغى الشيبينج يوصل لك. اوكي اول حاجة انا هضغط على دا، هضغط على دي انه انا ابغى دي الكاميرا. طبعا ايوه صح، لما تطلب من الموقع انك انت تبغاها تترسل للسعودية ما تترسل لك الكاميرا من امريكا، تترسل لك من يوروب، فشرجوك باليورو. بس يعني ما هو الفرق كبير، دحين هوريكم الفرق السعر. هنا تضع على شوب الجو برو، عندهم خيارين، يا يعني انك تاخدها هي لوحدها من غير اي اكسسوريز وسعرها 429 يورو، او انك تضغط على البندل هذا، تضغط عليه هتطلع ب 479 يورو. بس شوف ايش هيجي معاها، هيجي معاها ده الهاندل وهذا الترايبود الصغير، وهتيجي معاه بطارية زيادة وميموري كارد مجاني. فانا هذا العرض اللي ابغاه، add to cart. دحين ضفتها
للسلة. فشوف ايش حط لك هنا. خلاص انضافت للسلة. هذه هي. خلينا نروح للسلة. اهي. هذا السبسكريبشن. الاشتراك 49 يورو. وقيمت الكاميرا. وقيمت الكاميرا. وحط لك كمان فري ميموري كارد. بس انا في اشياء صراحة بدي اضيفها برضو من الاكسسوريز. هروح عليها بشكل سريع. اول حاجة ابغى هذا الووتر بروف. اللي هي ضد الموية. شوفوا كم لو ما انت مشترك تدفع 49 دولار وهنا تدفع 24 عفوا يورو وهنا تدفع 24 يورو. add to cart. طيب الحين هذا الشيء اللي انا ابغاه الووتر بروف. وابغى كمان هذا المايك عشان تقدر تصور بها فلوجات. اللي الناس اللي تحب تصور فلوجات. 89 صارت ب 62. add to cart. الحين ضفت حاجتين. وفي طبعا انا هروح السريع عشان ما بطول عليكم. في بندل تاني انا برضو مرة ايوه صح ابغى كمان اللايت مود. هذه اللمبة اللي تصور بيها لو كنت في الليل ولا شيء. هحطها اد تو كارت. وبرضو كمان في شيء تاني احتاجه شفته من البندل صراحة مرة عجبني. وكلها بصراحة توفر يعني في الاخير. ابغى كمان شوف الاشياء التانية اللي موجودة. ابغى هذا البندل. وهنا مكتوب شوف لو مكتوب جو برو اللي هو الهيرو 10 البلاك. انا ابغى هذا البندل. هذا الادفنتشر كيت تقدر تحطها هنا الكاميرا. وتقدر تمسك. وفي حاجة تانية تقدر تمسك بها زي الستيك. وهذا الستيك لا لو انت كنت بتصور في موية ولا شيء وطاحت منك الجو برو تطفو فوق الموية. 34 دولار كانت ب 49 دولار 49 يورو صار ب 34 يورو. انا ما ادري ايش بعد دولار. خلاص حطيت هذا الادفنتشر كيت. واخر حاجه كمان ابغاها ابغى في بندل تاني في اوفر تاني مره عجبني اللي هو هذا خلاص عندي. وايوه وهذا خلاص اخذته وابغى ده. هذه تقدر تحطها هنا وتقدر برضو هذه المسكه الثانيه تقدر تحطها في اي مكان. خليني اوريكم الصور يعني. يعني ممكن شوف هو حط لك هنا الصورة تقدر تحطها على دراجة تقدر تحطها على سكوتر تقدر تحطها في أماكن يعني. وهذه اللي تتحط في النص. كان 69 يورو صارت ب 48 يورو. حطها add to cart. وفاكر كنت أبغى حاجة في شيء تاني كنت أبغاه. خليني نروح على الأكسسوريز بس كده make sure إنه أنا خلاص كل الأشياء حطيتها في الكارت. ايش تاني خلاص كلها تيجي معاها شنطة. ايوه ابغى هذه حقت الهاند الريست ستراب. تيجي تحط الجو برو هنا. خلينا اضغط لكم عليها اوريكم. برضو شوف ممكن وانت بتسوي ممكن انت بتنط من باراشوت ولا حاجة ممكن تحطها. اهي هذه هي كانت ب 64 دولار صار ب 32 يورو عفوا ب 64 يورو صارت ب 32 يورو. حطيتها في الكارت خلاص كده. طيب خليني اروح لكم على السلة واوريكم الاشياء اللي انا ضفتها. هذا السبسكريبشن مهم عشان يجيب لك التخفيض. 429 يورو لهذا البندل الكاميرا والترايبود والبطارية والهذا. وهذه فري الميموري كارد. وهذه الووتر بروف ب 24 دولار من 49 يورو عفوا 24 يورو من 29 يورو من 49 يورو. عندك المايك كانت 89 صارت 62 يورو. 34 يورو اللايت مود اللمبة LED. وعندك الادفنشر كيت ب 34 يورو. وعندك الكيت الثاني سبورت كيت ب 48 يورو. وعندك هذا الريست ستراب ب 32 يورو. وعندك التيشيرت هذا ب 17 يورو. يعني كل التوتل شوفوا هنا قدامكم 736 يورو مع الشيبينج والدليفري اللي هو 791 يورو. هنا كاتب لك تاكس ديوتي كارير سيرشارج كالكوليت ان تشيك اوت. يعني هذه في الاخير انت هتوصل لك الين بيتك وانت دافع الفات حق السعوديه ودافع الشيبينج ودافع كل حاجه. هذه بوصولها للسعوديه قلنا 791 يورو. لو رحت لموقع لو رحت سويت تحويل من يورو تو سعودي ريال نقول 791 يورو. يعني تقريبا هنا شوفوا
3444 ريال، يعني تقريبا 3500 ريال نقول، مرة يعتبر سعر مرة جيد بالنسبة لكل الأشياء دي اللي انت طلبتها. لو جيت تطلبها من أي موقع تاني أتوقع هتطلع أغلى. أهو to check out، تضغط هنا على check out، هنا عندك الشيبينج انفو، تعبي هنا اسمك، الادرس، الادرس السعودي، شيء مره مهم تحط المدينه، شيء مره مهم من اهم حاجه في دي الاشياء كلها، الايميل والتليفون، الايميل والتليفون، الايميل لو انه ضاعت الشيبينج او انه ما عرفوا يوصلوا لك بالتليفون او شيء هيرسلوا لك ايميل. التليفون هو اصلا اي مكان توصيل هنا فيديكس ولا اي حاجه هيتصل عليك على التليفون المندوب ويقول لك تعال اسلمك الشحن. فتعبي هذه المعلومات وتعبي البيلينج ادرس، هنا هتحط بطاقتك ده احنا هسويها، وهتدفع البيمنت، البيلينج ادرس هتحط البيلينج ادرس از زي الشيبينج ادرس، والبيمنت تحط البطاقه حقتك وتسوي ريفيو وتضغط تشيك اوت. فخليني دحين احط الادرس حقي اول حاجه، خليني اعبي. في النهاية يا جماعة بعد ما سوينا الطلبية هوريكم لما توصل زي ما قلت لكم في حلقة تانية، ولا تنسوا تسووا لايك سبسكرايب واشتركوا في القناة، طبعا اهم شيء تشتركوا في القناة، صفحة الانستغرام. الحلقة عن اليوم اكيد عن طلبية من جو برو، انا عارف انه القناة مختصة بالشوزات والفاشن والاخبار دي، بس قلت اوريكم كيف تطلبوا اونلاين لانه الكاميرا من جد احتاجها. لا تنسوا لايك وشير، لايك وشير وفعل جرس التنبيهات وسبسكرايب للقناة، اشتركوا في القناة عشان تدعمونا. هذه صفحة الانستغرام زي ما قلت لكم، هذا سنابي، وفي النهاية شير، تيك كير.